طيب، نظرية رقم 4 تقول التالي: افترض أن عندي A و B عددان ينتميان إلى الريال نمبرز، أوكي؟ ينتميان إلى الريال نمبرز. طيب، إذا كان A ناقص إبسلون أقل من ال B، وال B أقل من ال A بلس، يعني معنى آخر ال B أكبر من A ناقص إبسلون وأقل من ال A زائد إبسلون، أوكي؟ طيب، إيش أستفيد من الكلام هذا؟ أو بمعنى آخر، إيش النتيجة؟ حيث أن كل الإبسلون، أي الإبسلون، كل الإبسلون يكون أكبر من صفر، معناته الإبسلون رقم موجب، يعني ينتمي لبوزيتيف ريال نمبرز. النتيجة أقدر أقول الـ A يساوي الـ B. أثبت الكلام ده، أثبت هذه النظرية. طيب، تعالوا هنا مثلا كذا ناخذ ورقة ونحل. Theorem 4 يقول لي النظرية تقول إذا كان الـ A ناقص إبسلون، هذا كلام أقل من الـ B، والـ B أقل من A زائدا، مع الـ B أكبر من الـ A ناقص إبسلون وأقل من A زائد إبسلون، أوكي؟ ولكل إبسلون أكبر من الزيرو النتيجة، أباك تثبت إنه النتيجة تكون A يساوي الـ B. طيب، هيا شوفوا بروف، هذا يبغى إثبات بروف. أول شيء نبدأ بالحركة التالية، نقول let، دائما نبدأ باللي معطيني إياه ذا، أوكي؟ اللي معطيني إياه ذا، فأقول افترض إنه الـ A ناقص إبسلون، جلسة بتوصل الكلام، أقل من الـ B، و الـ B نقول الـ B أكبر من هذا وأقل من A زائدا إبسلون for all إبسلون for H for all إبسلون أكبر من الزيرو، أبا أوصل لي إنه الـ A يساوي الـ B. طيب، كيف أبدأ أحل؟ هيا شوف، راح أمسك، بما أنها متباينة تحتوي على حدين، راح أمسك هذا الحد وأمسك إيش؟ هذا الحد، واضح إن شاء الله؟ يعني كيف يا مصاب، إيش تسوي؟ راح أعمل التالي بكل بساطة، شوفوا، راح أقول لكم التالي: نأخذ ده المقدار اللي هو الطرف اليسار A ناقص إبسلون أقل من B، أوكي؟ وأيضا أخذ هذا المقدار اللي هو ال B أقل من A زائد إبسلون، ال B أقل من A زائدا إبسلون، نعرف إنه برضو قلنا for all إبسلون أكبر من زيرو، هذا كلام حدي نكتب خلاص، حلو؟ طيب، الآن هيا ركزوا معي، شوف إيش أسوي، أمسك الطرف اليسار ده، إيش رأيكم لو نقلت الإبسلون ده للطرف الآخر مع عكس الإشارة في المتباينة هذه؟ فراح أقول لك الـ A أقل من B بلس إبسلون، وهذا خلي زي ما هو، اليمين ذا ينزل زي ما هو، الـ B أقل من A زائدا إبسلون. طيب، هذا الكلام ليه سويته كده؟ أنا حاط عليه مربع ذا عشان أوصل لثيوريم رقم 3، ثيوريم ثري لو ترجعوا، ثيوريم ثري يقول لي إذا كان الـ A أقل من اللي هو الـ A أقل من B بلس إبسلون for each إبسلون أكبر من الزيرو، هذا يؤدي إلى أن إيش؟ ها، الـ A أقل من يساوي B. ارجعوا لثيوريم ثري، ثيوريم ثري يقول لك إذا كان عندي، ها، ثيوريم ثري يقول إذا كان عندي الـ A أقل من B زائد إبسلون for all إبسلون أكبر من الزيرو، النتيجة الـ A أقل من أو تساوي الـ B. هذا theorem 3. طيب، أنا من هنا
لما نقلت الإبسلون مثال إبسلون وديتها للطرف الآخر وصلتها لإيش؟ وصلتها للشكل ذا، وصلتها لثيوريم 3 A أقل من B بلس إبسلون. أوكي؟ النتيجة إيش؟ النتيجة إنه ركزوا معي، لو وصلتها للكلام ذا أو بالشكل ذا صار عندي إنه then أقدر أقول لك خلاص أكتبها هنا إذا باستخدام هذه من ثيوريم 3. إذا راح أقول لك then ها هنا هذه ال A أقل من أو تساوي ال B. بنفس الطريقة هنا أقدر أقول هنا and هنا من هذه من ثيوريم 3 أقدر أقول لك إنه ال B أقل من أو تساوي A. عادي A أقل من تساوي B والB أقل من تساوي ما في شيء، ما هو مجرد رموز لكن ماشي على نفس الصيغة. A زائد إبسلون B زائد إبسلون، إذن الB أقل من تساوي A والA أقل من تساوي B. حلو؟ إذن باستخدام الثيوريم 3 خلاص الآن وصلتها للنتيجة حق الثيوريم 3 هذه وهذه. إذا راح أقول لك إذن باي باستخدام الثيوريم 1 اللي هو الفرع اللي فيه له I I I. أوكي؟ إذا كان الـ إذا كان A أقل من تساوي B والB أقل من تساوي A هذا يؤدي إلى نقدر إذن therefore أو نقول then أو إذن نقول إذن الـ A تساوي الB. مصعب ما فهمت ولا شيء. طيب كلها نظريات، هذه مشكلة البروفس. طيب ارجعوا هنا عشان أوضح لكم الفكرة. شوفوا أكتب لكم إياه هنا. أنا مو كان عندي A ناقص إبسلون الB كده، الB أكبر من A ناقص إبسلون و A زائد إبسلون، صح؟ طيب أنا سويت أخذت هذه كده فصلتهم، فقلت A ناقص إبسلون أقل من الB، وأخذت الB أقل من A زائد إبسلون. بعدين جيت هذا الإبسلون وديته الطرف الآخر معك، صارت عندك الـ A أقل من B زائد إبسلون، وهذه الـ B أقل من A زائد إبسلون. من ثيوريم 3 إذا كان A أقل من B زائد إبسلون هذه يؤدي لأن A أقل من أو تساوي الـ B. فأجي أقول لك هنا إذن الـ A هذه حق هذه A أقل من أو تساوي الـ B. نفس الشيء برضه أقول لك إذن الـ B أقل من أو تساوي الـ A. أوكي؟ طيب أرجع لثيوريم 1 تريبل I. ثيوريم 1 تريبل I إذا كانت ها إذا كانت الـ A أقل من تساوي الـ B أو الـ B أكبر من أو تساوي الـ A إذن راح أقول لك إذن الـ A تساوي الـ B. نفس الشيء عادي ما فيها شيء. أوه A أقل من أو تساوي الـ B أو الـ B أقل من أو تساوي الـ A من ثيوريم هذه الـ I تريبل الـ I تريبل ثيوريم A. إما الـ A أكبر من الـ B والـ B أكبر من الـ A. طبعا عندنا إما الـ B أكبر من الـ A أو الـ A أكبر من الـ B، صح؟ إذن هذه يؤدي إلى إذن أقول لك then الـ A تساوي الـ B وهذا هو الإثبات. واضح إن شاء الله؟ بس هذه باختصار. طيب